This is a pretty simple Malkata, Mr. Hamad Kambo. ريم إذا فيكي كأنه أنت فاتحة على محاضرة الدكتور مروان مسلول. ما بصير يكون في محاضرة مسلول، محاضرتنا صار الساعة 6:30 من أول الفصل، ما تأخرنا نهائي. والمسجلين هو مروان مسجلين تصويت، لأنه نحن الفصل الثاني تصويت بعد الفصل الأول. طيب، على كل حال، هلا راح ايه اوكي، المهم انه راح الصوت. طيب، اذا اهلا وسهلا فيكم. نحن بماجستير اداره الاعمال ام بي اي الفصل 16 مقرر اداره المشاريع في ام 12 انت صف واحد وليس سي 2، انت صف سي 1. رقم الجلسه اليوم 10، رح نحكي عن تخطيط الموارد في المشروع. ايه اوكي رنا، فهمت علي. اليوم هو 15/12/2019. أنا دكتور رياض سكر مدرس ومنسق المقرر. طيب إذا بعد هالمحاضرات بعد المعلومات التنظيمية رح أنتقل للسلايدات. قبل ما أبلش في أي أسئلة على شغلات شفناها عرفنا حتى الآن؟ أنا بتذكر المرة الماضية نهينا تخطيط زراعة المشاريع. أخذنا في نهاية المرة الماضية مستجدات في جلسة المرة الماضية نحن صار عندنا شبكة مشروع، صار عندنا طريق سي بي ام، طريق مسار الحرج، حسبنا مدة مشروع، حسبنا مسار الحرج، ضغطنا المخطط الشبكي، إذا سوينا كل شيء له علاقة بتخطيط الزمن للمشاريع المرة الماضية. هلا اليوم رح ننهي موضوع تخطيط الموارد. بتخطيط الموارد رح نشوف أول شيء إشكالية الموارد وكيف نخصص الموارد، بعدين رح نساوي تصوير الموارد، نرسم مخططات اسمها مخططات الموارد، واخر شيء رح نشوف فينا نساوي تسويه للموارد، هذا رح نحكي شو هو المفهوم هذا، اوكي؟ اذا هذا رح يكون موضوعنا اليوم. في اي اسئله قبل ما ابلش؟
ان المخطط راح يكون اول شيء راح نشوف ايش كان يمكن الموارد، شو انواع الموارد، راح نرسم مخططات موارد، بعدين راح نسوي شغله اسمها ليفلينج او سموثينج ونشوفها بطريقه. هلا اول شيء الموارد المشروع، يعني حكينا اكثر من مره عن المفهوم هذا. الموارد هي نحن المره الماضيه صار عندنا مخطط زمني وكل النشاط ايه بلش ايه بيجي، ولكن ما قلنا مين بيقوم بتنفيذه وما قلنا بشو بدنا نبذل النشاط هذا. اذا الموارد هي الامكانات اللي انا بدي احطها على كل نشاط من انشطه المشروع لحتى اقدر انفذ لهالنشاط هذا. بقى مع كل الامكانات الى او الموارد الى الواقع. في معهد رايت مش قصه نطلعه اوكي. اذا الموارد هي انا بشو بيصير المشروع. اذا اشهر الموارد هي موارد بشريه، بالمشاريع اغلبها الموارد البشريه هي الاساس، هن الاشخاص المهندسين العمال اللي بيقوموا بتنفيذ انشطه المشروع. انا عندي نمطين تعريف الموارد لا يقل باهميتهم، هن المواد والتجهيزات. المواد ماتيريال هي المواد تحط المشروع بتروح من نمط مثلا المواد الاوليه حديد، اسمنت، خشب، ذهب، ضلاط الى اخره. النمط الثاني هو التجهيزات، التجهيزات هي شغله انا بستخدمها بالمشروع ولكن ما بحطها ما بتروح تفنى بمنتج المشروع. يعني مثل العده والادوات، جرات الحفاره، الادوات البينسا، المفك الى اخره، يعني الادوات انا بستخدمهم ولكن بتمهم موجودين، مثلا الحواسيب اذا بدي اجرب بدي اثبت الحاسوب بستخدمه تطوير النظام، بس الحاسوب لساته عندي بعدين. هلا سواء كانت اشخاص او مواد او تجهيزات كلها فيني احولها لكلفه، كلها الى كلفه بتكلفني اموال. هلا الاشخاص بكلفوني اجورهم، اجورهم تعويضاتهم يوميه اسبوعيه شهريه الى اخره. المواد سعرها اذا بشتري طن حديد مثلا 400 ليره وجيكيس الاسمنت ب 5000 ليره الى اخره، اذا هون سعرها. هلا الاشكاليه موجوده بالتجهيزات، بالتجهيزات الحقيقه انا بدي مشروع بدي استخدم حفاره ورحت اشتريت حفاره ب 50 مليون ما راح احمل كلفه 50 مليون على المشروع، وانا راح احمل جزء صغير بسميه استهلاك او استهلاك ديبريسيشن. هلا هي المفروض تكون احطوها بالاداره الماليه، يعني جزء من حقه على نسبه، يعني بنسبه استخدامه لهالتجهيز هي خلال مده المشروع نسبه لعمره الاجباري، اذا استهلاك. او على بس اجرها وبنحارب اجرها وبصير بتعرف. طيب اذا هلا انا النتيجه لكل نشاط من انشطه المشروع بدي اجي اقول انه هو يحتاج هالكميه بيحتاج الاضعاف من الموارد وهذه الكميه ولمده النشاط. اذا نشاطه 19 ايام هو بحاجه ثلاث عمال 19 ايام، بحاجه مثلا تجهيزات حفاره لمده 10 ايام، بحاجه لمواد اوليه اسمنت مثلا ب 3 طن اسمنت. لاحظوا انا عم احدد النمط والكميه وللمده. اوكي؟ هلا الكميه هل بصرفها خطيا، يعني انه 10 ايام يعني كل يوم عم بصرف 10% من الكميه؟ لا ما ضروري، ممكن انه بحطها بالصفر اول يوم. اوكي؟ اما الاشخاص اغلب احيانا انا عم احطهم من اول النشاط لاخر نشاط يشتغلوا لي على هذا النشاط. هلا رح اروح مباشره ل يعني لمثال، خلينا نشوف الشغله من خلال مثال. عندي هذا المشروع. عندي مجموعة من الأنشطة A B C D E E F G. هلا عندي المرة الماضية مع الأنشطة السابقة مع الزمن، إذا العمود الأول والثالث والرابع رسمنا طريقة سي بي إم، رسمنا يعني وحسبنا مدة المشروع وحسبنا مسار الحرج. هلا دخلنا عمود إضافي، دخلنا عمود إضافي هو العمود الاخير سميناه ريسورسز او ريسورس. هلا هون مبدئيا رح اخذ نمط واحد من الموارد بعدين نشوف كيف بدنا نعمل. رح نفرض ما عندي انا نمط الموارد هو عمال وركر، هيك بدي هي وركر. فالنشاط A بده عامل واحد، نشاط B بده عاملين واحد. هلا اول شغله انا بدي ارسم شغله اسمها مخطط الموارد.
بدي أرسم شغلة اسمها مخطط موارد. لهيك أول شيء أنا لحتى أقدر أرسم مخطط موارد أنا بحاجة مخطط جان. راح نرسم مخطط جان كلياتهم بتعرف تسموها مخطط فلاني بطريق الذهاب وطريق الإياب ونحسب مدة المشروع والمسار الحركي. لو هون شيء مثالي هذا مدة مشروع 24 يوم طبعا مارس الطريق الرجعة لكن فقط طريق الرجعة. هلا رح نرسم تحته على نفس مشوار الزمن رح نرسم مخطط رح نسميه مخطط موارد. مشوار الواي هو العمال فالواي هو الوركر او العمال العمال. لو كان عندي انا نمط الموارد هو من المهندسين بعرف كل مهندسين. لو كان نمط الموارد هو مثلا حفارات رح يكون حفارات الى اخره. طيب هلا كيف ندرسهم هالمخطط؟ كثير بسيط. انا النشاط اول مدته يوم واحد وبحرس عمل واحد رح امشي انا يوم واحد افقيا ورح اطلع يوم واحد عموديا بطلع عندي المربع. النشاط بي مدته 3 ايام بحاجة عاملين رح امشي 3 ايام افقيا نفس 3 ايام يوم الثاني والثالث والرابع رح اطلع عموديا عاملين. هلا النشاط سي هذا بده 6 ايام من يوم الخامس السادس السابع الثامن التاسع عاشر وبده عامل واحد رح امشي من اليوم الرابع من نهاية اليوم الرابع 6 ايام رح اطلع عامل واحد. هلا على التوازي معه على التوازي معه عند الاي نفس الست ايام وبده عامل واحد رح اطلع فوقها فوقها مع التوازي معه يوم عامل واحد. بعدين نفس الشيء عندي كمان الاس ست ايام نفس الست ايام وبده عاملين رح اطلع هون عاملين فوقهم وارسمها بالصوتي ده. اذا وقت يكون عندي انشطه على التوازي رح يكون مواردها وفوق بعض رح ارسم بعدين رح ارسم دي كمان ست ايام بتتعامل واحد اذا بدي ست ايام عامل واحد واخر شيء الجي 8 ايام ثلاث عمال اذا رح امشي افقيا 8 ايام وعموديا ثلاث عمال. هيك بدي ارسم معي المخطط بالنشاط، اذا انا معكس انا الموارد موجوده بكل نشاط عم اعكسها تحت. واضح يا شباب؟ كل ما بعرف ارسم المخطط هلا شو فينا نستنتج من المخطط؟ رح نستنتج العدد العمال الاجمالي اللي احنا بحاجته في هذا المشروع. انا لحتى اقدر انفذ كل المشروع بدي اتعاقد على الماكسيموم تبع هذا الخط. وين الماكسيموم؟ هو هون. وبالتالي انا بحاجه اربع عمال. عم نطلب من رحله يعني عنا مشروع بدنا نجيب الموارد تبعيته ونضل انه ينشغل المشروع، انا ما فيني اجي اتعاقد على العمال يوم وقت ثلاث ايام ونتعاقد بجيب يوم رابع سواء فوق خمس يوم الى اخره الا اذا كان عندي عدد كثير عمال وفي شغلهم بالمياومة الى اخره. ولكن احنا هون الحاله العامه انه انا بدي اتعاقد على عدد معين من العمال واتعاقد من اول يوم المشروع لاخر يوم المشروع، اذا لهيك لحتى اضمن كل انشطه المشروع بدها تتنفذ انا بدي اتعاقد على الماكسيموم تبع هذا الخط، اذا بدي اتعاقد على اربع عمال. كان هون اذا بتشوفهم قديش عدد العمال اللي احنا بحاجته؟ عدد العمال اللي احنا بحاجته هو اربع عمال خلال 24 يوم. ومع هيك احنا فينا نحصل فينا نحصل شغله اسمها كم يوم عامل بدي للمشروع، كم يوم عامل. كم يوم عامل يعني كم مربع قديش مساحة المخطط هذا، قديش المساحة تبعيته، قديش التكامل تبعه وقديش مساحته. يعني الـ A بده الـ A عامل واحد عامل يوم، البي بده 6 عامل يوم، السي بده 6 عامل يوم، الاي 6 عامل يوم، الاف 12 عامل يوم، الدي 6 عامل يوم، الجي 24 عامل يوم، ممكن يطلعوا شيء 68. انا بدي 68 عامل يوم لهالمشروع هذا. هلا اذا اجيت هيك رحلي قسمت على 24 تقريبا بيطلع تقريبا ثلاث عمال. اذا انا ما عندي اي ضياع يعني هون اذا عم شغله بالمياومة واذا ما عم شغله عم شغله بغير شغل. بس الحقيقة وضع مهم انا بدي اتعاقد على الماكسيموم تبع الخط. لهيك
ترجع للشكل الاشكاليه اللي كتيره تبع الموارد. اذا طلع مخطط الموارد هو هيك المخطط يعني ارجع على محور الزمن هون وعطي عدد مواردهم، فعندي القمه هون وقمه هون. اذا هاي اكثر شيء، اذا انا رح اتعاقد على المبلغ هذا مبلغ القمه هيك، ولكن بعرف انا بعرف انه يعني فتره من هون لهون قديش عدد العمال عم يشتغلوا، يعني فتره من هون لهون عدد العمال كثير محدود، والباقي عم يفعلوا يعني عندي هدف، يعني كل شيء موجود هون بهالمنطقه الزرقاء هي هون هو هدف، انا بتعاقد معه بتعمل رواتب ومع شغله هون وهون. واضحه يا شباب؟ هي اسمها انه الموارد عم تتارجح كثير، الماكسيموم تبع الموارد عم يطلع ينزل يطلع ينزل. هلا هي مشكله اذا وضع عم يخطط موارد، مشكله اذا طلع هيك شو بدي اساوي؟ لحتى اذا طلع هيك كيف بدي احل الموضوع؟ برايكم؟ هلا باليوميه باليومي اوكي، طيب اذا ما عندي انا بدي اتعاقد على عدد عمال اول بشهر لاخر مباشره، مش اتعاقد على ار كبيره. لا اذا قصدت مده مشروع رح يزيد عدد الموارد، هي انعكست ممكن انا ازيد مده المشروع، ممكن نظم ورديات غير ترتيب مهمة ازيد ما انا بضل ازيد المدة. اوكي اذا كل هاي حلول رح نشوفها، بس رح نشوف نحن بشكل حسابي منهجي. ممكن اقلل على العمال على الاغلب، لا لانه نحن هلا رح نشوف ريني رح نشوف انه نحن هلا هذا اسمه مخطط موارد عم يتارجع. نحن بدنا نحاول نسوي تسويه للموارد. شو معنى تسويه؟ هلا انتم اذا عندكم ارض فيها جوار وفيها طلعات وفيها جوار، طلعات وجوار، اوكي؟ تلات صغيره وجوار حفر وطلعات وغزلات، شو بتساوي؟ اذا جبنا نحن يعني اليه معينه جراد وبلش يطرش يعني الاطراف المرتفع ويعبي فيه جوار. هلا هي العمليه اسمها تسويه او سموثنج مثل ما بقول لك. اذا نحن عم نسويه عم نخليها مستويه. يعني نحن هل فينا بدل ما يكون نمط مخطط موارد هذا الخط الاحمر، هل فينا نساويه هيك؟ موازي لمحور الاكس او الزمن بحيث انه ما في تأرجح كثير كثير، اذا قدرت هيك يعني انا عم اتعاقد على هالعدد من العمال هذا ار صغيره. كون وفرت انا منيح اخذت من محل اوقات عندي انا كثير عمال عم يشتغلوا حطيتهم بمحل قليل عمال عم يشتغلوا. هل فينا نساوي هيك؟ بطلع كله، هل فينا نوزع الشغل؟ الحقيقه في عندنا طريقه. ومحاضرتنا كلها لحتى نشوف كيف نشتغل الطريقه. بالضبط، اذا بالضبط ريندر عم نحكي هي الاليه الاولى هي عن طريق الانشطه غير الحرجه، اول استخدام رح يكون للمسار الحرج هو اهم ظاهر. اول استخدام عم تسمعوني يا شباب؟ طيب هلا قبل ما اقول شو طرق التسويه بدي اخذ فرضيتين. شايفين شو بدي اساوي؟ انا كنت الخط الاحمر بدي اقدر اوصل للخط الاخضر، بدي اخذ المثلث هذا هون نزله هون، المثلث الازرق والمثلث الاصفر نزله هون، اذا قدرت اساوي هيك انا بكون وصلت لموارد في هالنمط هذا وبتعاقد على الكميه الموجوده عند الفستان الاحمر. هاي اذا قدرت ساويها. هل دائما في مساويه؟ الحقيقه في عندي طريقتين لاكون اعتبار وارد ومنيح انه اقدر ساويها. بس قبل ما ساويها بدي اخذ فرضيتين اساسيتين. الفرضيه الاولى وضروريات الفرضيات ركزوا عليها لانه القواعد رح تنجم عن فرضيات هيك. الفرضيه الاولى بتقول لي نون سليبنج، انا اذا عندي نشاط كنشاط ازرق مدته اربع ايام وقت بدي بلش اشتغل فيه بدي بلش اليوم الاول وانتهي اليوم الرابع. ما بصير اشتغل اليوم الاول والثاني بعدين وقف فتره ثلاث اربع ايام بعدين كمل الرابع والخامس. فنيا ما بصير. ليش؟ لانه نحن بنقدر نجزئ النشاط لشغله الي تنتهي. يعني مثل اذا انا
يعني انا صب 3 عباير بعدين روح اشتري شهر ثاني وبعدين صب العباره الرابعه بس بعدها انه صبيت السابعه بين هالذاتين هذول اوكي. اذا هالفرضيه اساسيه انه انا نشاط اما فيني نفذه كله مدته او عندي مانع من تنفيذه بحاله اجله باجل بدايته بس مجرد ما بلشت الشغل كملوا للاخير. مثل مثلا انا صبيت طب بدي اخذها بعدين اشتغلت يومين بعدين بروح بغط لي 4 5 ايام بعدين برجع كملته مشكلة على الارض ولسه ما مديت على الصف مثلا فاهمين شلون؟ اذا عدم تشجيع بالضبط مجرد ما بلشنا نشتغل فيه بنكمله للاخر او بنزيحه ما فينا نشتغله من اجله لحين يصير نقدر نبلش. هلا الفرضية الثانية مستوى العمالة مستوى الموارد على النشاط الثاني مثل هو النشاط الأفضل هو ثلاث أيام عاملين لمدة 3 أيام معناتها بده عاملين اليوم الأول وعاملين اليوم الثاني وعاملين اليوم الثاني. ما بصير مثلا والله تعالوا إنه ثلاث عمال اليوم الأول عاملين في اليوم الثاني وعاملين في اليوم الثالث مع إنه نفسه 6 أيام عامل ولكن نحن أجزأنا وصلنا لمستوى إنه بده الحد الأدنى من العمال. هذا لو في كان في نساويه هيك لازم جزء من الثلاث أنشطة أول جزء يوم وبدك عمال ثاني جزء يوم بده عاملين وثالث يوم بده يوم بده عامل واحد. إذا مستوى العمالة ثابت بده عاملين إذا بعطيه عاملين من أول مشوار لآخر بده 4 عمال بعطيه 4 عمال من أول مشوار لآخر. أوكي ما في مشكلة جمال واضحين يا شباب؟ طيب هلا عندي طريقين حسب نوع القيود الموجوده عندي. هل المشروع هو ذو قيد زمني ام ذو قيد موارد؟ اذا عندي تصنيف الطريقين تايم كونسترنت بروجكت وريسورس كونسترنت بروجكت، هل المشروع قيده زمن ام المشروع قيده موارد؟ الاثنين هلا رح ناخذ واحده واحده. اول شيء في حال كان قيد على الزمن رح ناخذ نفس المثال. اذا انا عندي هون مثال رسمت مخطط كام رسمت مخطط الموارد استنتجت هون انه انا بحاجه 4 عمال. هلا هل استطيع تنزيل ال4 عمال لاقل من 4 عمال؟ وتقول قيد موارد يعني انا 24 يوم ما في جوده. شو يعني بالحكي اللي حكيناه المره الماضيه انه الزمن ما في جوده يعني مخطط يعني المسار الحرف ما بدي اقرب عليه على الاطلاق ما بصير يساوي شيء عليه بسكر المسار الحرف. لهيك اول شغله رح ارسم مسار الحرف هي مسار الحرف فوق وانعكاس المخطط موارد نزل. اذا كل شيء بالاحمر بالمخطط فوق او تحتاني هذا ثابت ما فيني اخره ولا يوم لانه مجرد ما اخرته يوم واحد اتاخر مشروع. اوكي واضح يا شباب؟ اذا المخطط والكريتيكال باث ما فيني ابعد عليه. هلا باقي عندي نشاطين اي و اف. اي عنده 6 ايام سلاك واف عنده 6 ايام سلاك. طبعا كل شيء حسبناه ولا اللي حسبناه مخطط جامد بالروحه وبالرجعه والفرق بيناتهم. هلا انا ما عندي حاطكم هون غير الروح. طيب يعني معناتها انا اذا زحت اي من يوم حتى 6 ايام ما بأثر شيء عملت مشروع. واذا زحت اف من يوم حتى 6 ايام ما بأثر شيء عملت مشروع. فكان في وحده هلا نحن قبل الازاحه عدد عمال الاجمالي اللي بدي اياه هو 4. طيب خلينا نزيد. اذا زحنا اف شوفوا نزلت اف لحتى شوف وين اجيت وحطيت هنا بغير لون هون. اذا رح تيجي هون تنتقل من هون اذا تحت 6 ايام تجي هون شايفين كيف؟ اذا عم تروح من عم تزيح 6 ايام وبالتالي عدد العمال الاجمالي صار 3. اذا بس انا نزل عدد العمال الاجمالي المشروع
25% من عدد العمال بإزاحة نشاط واحد. وما تأخر ما تأخر شيء ما تأثر شيء المشروع، يعني مدة المشروع ما تغيرت. طبعا في حل ثاني، بدل ما تريح اف تريح اي، بدل ما تريح اف كمان يعني في الايام تريح اي كمان باقيين في الحمام. اذا عندي حلين هون، اذا زحت اي واف سوا ما بتستفاد شيء، اذا زحت اي واف سوا ما بتستفاد شيء. بالضبط منطق، واضح يا شباب؟ هلا انا هون شو ربحت؟ ربحت توفير 25% من العمال. شو صرت؟ صرت مدونة نشاط، او احنا ما صرت استهدفنا، وهل النشاط اللي زحته مثلا هون الحل اذا زحت اي اف دوم الاف صار حريص، كمان الاف ما كان حريص صار حريص، استخدمت المرونه تبعي. هي اول طريقه بدي اياها تنطلع ورا ولا لا، انه فقط جامب نور عمل لي مع توازن، ما في علاقه بيناتهم. علاقتهم من خلال الجدول الاساسي انه في هنا بده يكون في اب دور زي اي واف، لاحظوا هي جي قدامها بي واي واف، هي اما زي قدامها سي والاي قدامها بي والاف قدامها بي، يعني ما في علاقه بيناتهم من توازن، انه مخطط قاطع عكس الموضوع هذا. بس هن الثنتين ما بصيروا يتجاوزوا جي، وانا استخدمت مرونه 7-1 منهم. اوكي؟ طيب بدي اعرف طلع ورا وانا بلا مشروع من انشطه بكون تحسبوا ترسموا خطه جان، ترسموا خطه جان وتحسبوا المسار الحرج، وبعدين تقولوا لي قديش عدد العمال الاجمالي اول شيء. لا على التوازي معناتها لا، ما ضروري يجوا، ما ضروري يبلشوا سوا وما ضروري يجوا سوا، اهم شيء انه مو واحد متعلق بالثاني، هيك معناتها على التوازي بالضبط. هن اثنين متعلقين بواحد بعضهم، هن اثنين ما بصير يتجاوزوا الجي، بس هن بين بعضهم ما في اي علاقه بيناتهم. وهن اثنين يعني قبلهم بي والثالث بيلتقوا انطلاقا من بي، اذا هن الاثنين بي وجي، فحسب وين بدي احطهم. اوكي هيك مفهومه. وهي مخطط جاسم بيعطينا قديش في عندي مرونه على الانشطه المتواليه. طيب رح اعطيكم 3-4 دقائق ترسموا مخطط جام، تقولوا لي قديش عدد العمال الاجمالي، وبعدين كيف فينا نزله لهالرقم بدون ما نغير مده المشروع. هي الطريقه. يلا تفضل. وهذا بنحله خلال فتره. تفضل. شو يا شباب؟ طلع معكم مدة مشروع أول شيء؟
لمدة 24 مسار حرارة اي سي اتش كويس هذا النص. طيب قال لا بس دي مخطط موارد تحته كويس. عدد عمال 10 لا خطا. يلا تفضل تعال. عدد العمال الاعظمي مثل ما قال بندر خمسه، لازم يطلع معكم خمسه. سمعتم هيك يا شباب؟ طيب مثل ما قال بندر، اوكي سوري يا بندر. ايه خمس عمال 24 رح احط لكم الشكل هذا حتى ما اعمل وقت كثير. هلا بدي منكم هلا هذا الشكل الاصفر هي الاصفر هي السلاكات بعد الدي وبعد الاي وبعد الاتش ونحن هذا مخطط دام تحت هو مقدار حرج فوق هدول مقدار حرجين وعدد العمال خمسه. هلا بدي اياكم تشوفوا لي كيف فينا ننزل هالرقم لاقل من خمسه اللي هون هون فقط بعمليات ازاحه لانشطه غير الحرجه. فكروا لاي شكل بدكم، فكروا جيد. اذا هلا كنتوا على فكره صحيح لازم نزيح اي. نحن مشكله كبيره هي وجود اي فوق اي يعني وجود اي فوق اي هون عم تساوي لي هالمشكله خمس عمال. فهلا لوحده بفكر انه نحن اي عندها اربع ايام لا بدنا فيني نزيحها اربع ايام رح نزيحها اربع ايام وصارت تبلش من هون هيك تنجز المشكله التمبو فوق الاي يعني في ثلاث ايام مشتركين فوق الايه. لهيك بدنا نفكر خارج الصندوق شوي. لاحظ انا اي في نزيحها اربع ايام بدي نزيحها لحالها. اي بمين لزقه؟ بمين لزقه؟ لزقه دي اتش. فرجيكم اتش قدامها اي رح ارجع على الجدول لاحظوا اتش مين قدامها؟ سي واي اذا قدامها اي. اوكي اذا اي موجوده شيء بهالعمود غير هون ما انا موجوده اذا هي ما نقدر تشتغل غير لاتش ما نقدر تشتغل غير لاتش. فاذا جيت لهون انا وقت عم ازيح لهون عم تلاقي اتش بتوقف ولكن اذا انا الاتش سحبتها فيني اسحبها معناتها فيني افتح مجال لاي
السحاب اول شيء سحبت الاتش، سحبت الاتش للاسير اربع ايام ثاني ايام، سحبت الاتش اربع ايام اربع ايام او ثمان ايام بالكون سحبتها وحطيتها هون، صارت من هون لهون معناتها زاد اسلاكات اي ثمان ايام، يعني صار في زيحه ثابته. هلا هيك انا بسحب الاتش، بس كمان بتيجي فوق الدي الاي، كمان الدي عنده مجال لحتى ما يصيروا على التوازي فوق بعض ويصيروا ست ايام بدل، يعني ست ايام بدل تسع مات بدل اربعه، فرح نسحب الاتش. بس كمان نحن اذا تمت فوق السي والدي كمان بصير عندي انا خمس عمار، فانا بدي اسحب الاي لهون. اذا كم يوم؟ 10 ايام. لحتى اسحب 10 ايام بدي افتح مجالات قدام، بدي افتح الدي والاتش اسحبهم للاخير. شوفوا الحل كيف بيكون بعدين اخر شيء. سحبت الاي لحتى وصلت لليوم العاشر، هناك اليوم العاشر وسحبت طبعا لحتى اذا سحبت هيك سحبت الاتش والدي قدام. هيك الزياحات المهدي فوق. هلا هيك انت بتسجل عدد العمال من خمسه لاربعه. واضحه يا شباب؟ هلا مو دائما عندي حل. هلا هون عندي حل وبالحاله الماضيه كان عندي حل، بس تصوروا بالحاله الماضيه انه سلاكات اي واف بس خمس ايام مو سته ما بيكون عندي حل. اذا ما ضروري دائما عندي حل بهذه الطريقه. هلا على اربع خمس انشطه صارت معها انشطه بالرؤيه فينا نشتغل الشغل، ولكن فورا ما عندي يعني 230 نشاط وبدي اساوي انزياحات هيك مستحيله. هيك يعني مايكروسوفت بروجكت بتعليمه صغيره بيساوي لي هالتسويه، في تعليمه اسمها ليفل ذا بروجكت وذن افيلبل سلاك، يعني بيساوي تسويه للنشاط تسويه للمشروع ضمن السلاكات المتاحه. فينا نساويها للمشروع كله وفينا نساويها لجزء من المشروع اللي كان يصير. اذا هي الطريقه الاولى، واضح يا شباب؟ ننتقل على الطريقه الثانيه. طبعا اذا كان انا عندي هون نوعين الموارد بنشوفها المشروع، في عندي ام وفي عندي ان. هذا اللي رح ساويه رح ارسم مخطط جامب. بس مش عارف هالاداء. رح ارسم مخطط جامب فوق. رح ارسم مخطط لان لان مخطط موارد لان، هذا ان، رح ارسم مخطط موارد لان اي ان. ماشي. هلا اي ازاحه لاي نشاط غير حرج رح تتم مخطط جام فوقه وتنعكس بكافه المخططات اللي تحته. فقد ما كان عندي موارد رح يكون لكل نمط من انماط الموارد رح يكون عندي انا مخطط موارد، واذا والازاحه بتتم مخطط جام وبكل مخططات الموارد لنفس النشاط اللي بتلعب مخطط جام. لهيك كمان اللي هي كثير كثير صعبه في النظام اللي بتحاسب فيه. واضح يا شباب هذا التعميم؟ واضح؟ طيب رح ننتقل هلا للاشكاليه الثانيه. الاشكاليه الثانيه اسمها ريسورس كونستراكت بروجكت. ريسورس كونستراكت بروجكت. انا عندي قيد على الموارد. معناتها خلينا ناخذ مثال وراح احكي لكم شو يعني هالقيد هذا. عندي هالمثال هذا ورسمناه. طلعوا هون صار عندي ارمي خطه كلام. عدد العمال بده 12 يوم وعدد العمال الماكسيموم هون اللي هو خمسه. اذا انا بحاجه خمسه عمال. 12 يوم وخمس عمال. اجى الكاستمر قال لي او سبونسر قال لي انا ما عندي خمس عمال، فيك تنزل لي اياهم. عملت تسويه بالطريقه السابقه من دون ما اثر عند الزبون، قلت له اوكي في نزل له اربعه بازاحه طعام انشطه غير هيك. قال لي انا ما عندي اربع عمال، ما عندي غير ثلاث عمال. فيك تنزل لي مشروع بثلاث عمال كم يوم اضافي بدك. لاحظوا انه صار في مرونه على الزمن. انا عدم المرونه موجود على مين؟ على الموارد، انا ما عندي غير ثلاث عمال، اذا بدي اشتغل بثلاث عمال وكم يوم اضافي بدك؟ قال لي خليني اعمل شوية اكثر. هلا هدول هون هي الاي دي، هي الانشطه، الموارد، الزمن، هلا هي صارت لي فينش ما كثير مهم، بس كثير مهم السلاك. اوكي؟ الطريقه المهنيه كلية مختلفه عن الطريقه السابقه. لما هي بتقول لي معي ثلاث عمال
بدي اجي من اول يوم لاخر يوم، اول يوم العميل بيعطيهم لاي انشطه بده يوزعهم، بدي على ثاني يوم وزعهم على الانشطه تبع ثاني يوم، بدي على ثالث يوم عم وزعهم يوم يوم. هلا النشاط اللي ما طلع له موارد من ثلاثه بيرشوا النشاط اللي طلع له بتابع معه. اوكي اذا هي الاليه هي في عندي القواعد رح نشوفها بالتدريج. لا رح نجي اول شيء باليوم الاول، اليوم الاول نشاط معدل النشاط A نبلش بده عاملين احط له اثنين ثلاث اثنين هون. نيجي على اليوم الثاني. هلا القاعده الاولى بتقول لي هي جايه من الفرضيه الاولى من اسمها قاعده التخصيص المستمر. انا اذا كنت في يوم معين بدي طبعا هون لاحظوا انا حطيت هون ريسورس افيلبل حطيتها ثلاثه ثلاثه من اول مشروع لاخر. هون السطر اللي قبل حطيت توتال ريسورس لود قديش من هالثلاثه عم بتستخدم؟ ممكن تستخدم ثلاثه او اثنين او واحد او صفر. طيب رح نجي باليوم الثاني عدم تجزئه العمل، معناتها بدي انا كنت اليوم الثاني رح اطلع على اليوم الاول كنت مبلش خصص احد الانشطه بموارده؟ نعم ايه. هل ما زال ايه مستمر حتى اليوم الحالي اليوم الثاني؟ نعم. اذا الاولويه رح تكون له مباشرة بحط له اثنين. هاي القاعدة الأولى مطبقة 70 80% من حالها. رح أجي على اليوم الثالث هلا. هل القاعدة الأولى أو عكس زيت العمل مطبقة؟ بتطلع. طلع اليوم الثاني، نبلش قصص أحد الموارد أنشطته؟ نعم إيه. هل ما زال إيه مستمر حتى اليوم الثالث؟ لا. وخلص إذا ما انطبق. رح أجي عندي هلا ثلاث مرشحين باليوم الثالث. البي والسي والدي بدهم عاملين ما بعرف ليش عم يصير السهم هيك اذا بدهم عاملين عاملين معاملة بدهم خمس عمال ما عنده غير ثلاث عمال ايه ما في مشكلة يعني. طيب شو مثال؟ يعني قواعد ها مثل ما عم تقول بندر انا بدي اخصص بدي اشتغل المشروع بثلاث عمال باقل خسائر زمنيه ممكنه باقل تاخير ممكن للمشروع. فلهيك في او في اولويات رح اطلع على الفلاكات. هذا بده عنده فلاكات اثنين البي السي صفر ودي سته. اذا الاولويه رح تكون لمين؟ للسي ابو اقل شيء فلاك. لا السي فلاكه صفر. اذا كم عامل بده عاملين مباشره رح احط له عاملين هون. ماشي؟ طيب مين بعده؟ اثنين ولا سته؟ اثنين تبع البي. اذا الاولويه بعدين رح تصير لبي. السي بكم عامل بده عاملين؟ هلا الفرضيه الثانيه اللي على التجزئه عدم تصور الموارد الثابت. ما فيني احط له يعني ما عندي غير عامل واحد. هو بده عاملين ما فيني اعطيه عاملين. لهيك شو رح تساوي؟ رح تسد شوي. طلع اكس وسلاكات اثنين بتصير واحد. هلا طلع دي كم عامل بالضبط؟ عامل واحد وعندي عامل واحد احط عامل واحد هون. واضح اليوم الثالث شو صار؟ هيك الحل راح يكون. راح الصوت اسمعوني؟ خلاص مش راح الصوت. طيب اوكي رجع. اذا القاعده الاولى هي التخصيص المستمر. اذا ما طبقها وعندي عدد مرشحين راح اخذ اللي بده اقل شيء سلاك بيناتهم هو الاولويه. طيب اذا تساوي اثنين وهم اقل شيء سلاك راح اخذ بيناتهم مين الاقصر مدته. إذا تساوي اثنين هن نفس السلاك ونفس المدة باخذ مين بده موارد أكثر. إذا تساوي اثنين نفس السلاك ونفس المدة ونفس الموارد ما عندي أي تنظيم بيناتهم باخذ ترتيب أجنبي.
اوكي؟ هي القواعد. رح نرجع مصر. احنا صرنا اليوم الثالث، اليوم الرابع التخطيط المستمر، القاعده اللي مطبقه اثنين مباشره رح احط اثنين هون، واحد مباشره رح احط واحد هون، اذا اثنين واحد، رح اذكر مباشره البين اللي هم خلصوا من الاستعمار، ثلاثة واحد صاروا صفر. اذا هذا باليوم الرابع. لباليوم الخامس في عندي قضيه صغيره. تخطيط مستمر لـ C نحط اثنين هون، ما عندي غير عامل واحد رح اكبش البي. إذا كبشت البي شو رح يصير؟ البي مدته قد ايه؟ ست أيام. إذا كبشته صار المفروض إذا بتبلش من هون هي ست أيام وهي ست أيام وهي ستة، يمكن هون. طيب أنا في علاقة بين البي والجي. بالمعطيات المسألة الجي قبل البي. هي إذا رجعنا لهون لاحظوا الجي قبل البي والدي والاي والاف. اذا هاي المهم الجي قبل البي والاي والاف. طيب اذا عم بدنا نذكر في الجي. اذا هي دخل اليوم الخامس هون رح اجي نزل هيك لاحظوا لازم الجي تجي بعد ما نحط السماوي اذا رح اذكر في الجي. اذا فش الجي ثلاثات الصفر صار ناقص واحد. اذا فش الجي ثلاثات الصفر صار ناقص واحد. ولكن كمان انا في علاقه بين مين اللي قلت؟ بين الاي والجي. اذا الاي كان ثلاثاته يومين بعد ما دفشت الجي صاروا ثلاثه. اذا ثلاثاته اثنين صاروا ثلاثه. الاف كمان كان مباشره بالجي الجي سحبت الجي قدامه زادوا ثلاثاته كانوا صفر صاروا واحد. واضح يا شباب بهاليوم الخامس؟ رح يكون الحل هيك. هي اليوم الخامس هيك. فتشنا البي، فتشنا الجي، فتحنا الثلاثات الباقية للإي وللإف. هلا اليوم الثالث نفس اليوم الخامس بالضبط. رح نطبق القاعدة الأولى على السي، رح أحط اثنين، رح نسقش البي، رح نسقش الجي. رح نزيد ثلاثات البي رح يصيروا ناقص اثنين، ثلاثات الجي ناقص اثنين، هلا مباشرة عرفت أنه عنا الإي رح يتأخر بشوي يومين. زادوا سلاكات الاي صاروا اربعة، زادوا سلاكات الاف صاروا اثنين. الحل هيك. بلش تزيد من المشوار. باليوم الثالث السي انتهى اربع ايام والبي انتهى، عندي مرشح البي والاي والاف. طيب مين اقل شيء سلاك بيناتهم؟ مين اقل شيء سلاكات؟ ما اثنين ولا الاربعة ولا اثنين؟ اكيد البي ما اثنين. طيب رح نجي نقول له كم عامل بده؟ بده عاملين، رح احط له هون عاملين. بدي عندي عامل واحد، الاي بده عامل والاف عامل، اي واحد بدنا مين الاولوية؟ او السلاكات الاقل الاي ولا الاف؟ الاف بده اثنين، اذا يعني سلاكاته اثنين، فرح احط له عامل واحد بده عامل واحد، رح احط له عامل واحد. ونسبس الاي لانه خلص العمال. سلاكاته اربعة صاروا ثلاثة. اذا هذا حل اليوم الثالث. اليوم الثامن القاعدة الأولى مطبقة على بي عاملين، مطبقة على الاف عامل، رح نسبس الاي، الاي سلاكاته ثلاثة صاروا اثنين. اليوم التاسع القاعدة الأولى مطبقة على البي اثنين، مطبقة على الاف واحد، رح نصرف الاي، الاي ثلاثات اثنين صاروا واحد. اليوم العاشر نزيد ست ايام، بقى هي رابع يوم منه، الاف اخر يوم هي واحد، وهذا فشنا الاي ثلاثات صفر واحد صاروا صفر. لاحظوا ثلاثات اي تغير سبع مرات، شيء عم يزيد شيء عم تنقص. اليوم 11 البي لسه ما انتهى، حط له عاملين. هلا الاف انتهى، عندي مرشح اللي هو ال ما في عندي غير مرشح واحد الاي لانه الجي مدفوش. كم عامل بده؟ بده عامل واحد، ما عندي عامل واحد، رح احط له عامل، ما عندي اي نفس هون.
اليوم 12 كمان عندي اخر يوم بي وعندي اخر يوم بي اي كمان بعد فش هذا. هلا اليوم 13 خلص البي وخلص الاي ما عندي غير الجي كم عامل بده بده عامل وعندي يوم عامل. اليوم 14 هذا غير الجي بده عامل هي عامل واحد. لاحظوا اذا شو اللي صار عندي انه انا هلا العمود هلا السطر هذا في شيء السطر هذا في شيء اكبر تماما من ثلاثه؟ لا اثنين او ثلاثه او واحد. هلا بشكل عام نساوي منتصف موارد الاهم بالنسبه لي نساوي موارد بشريه بعدين تسجيلها موارد ما في مشكله لانه في نشر كميه بدي اياها. بينما العمال اغلب الاحيان ما عندي فريق عمل او عندي تسجيلات كثيره عندي قطعه واحده او قطعتين يعني ما في اشتري للمشروع فيها. بس هو بشكل اساسي للموارد البشريه ينفع تقول. اذا هون انا فيني اجي اقول سبونسر اوكي انا فيني اساوي لك مشروع ب ثلاث عمال ولكن انا بحاجه يومين اضافيه، انا ب 14 يوم بس بدي اخش لهم بثلاث عمال. هلا هو ممكن يشخص في الحسابات يقول مثلا انا هو السبونسر يجي يقول مثلا هيك بينه وبين حاله المشروع كان 12 يوم اول شيء ضرب خمس عمال وضرب خلينا نقول 1000 ليره للعامل في اليوم اذا تساوي 1000 دولار 60000 نتيجه من دون اي تسويه 60000 اذا ساويت له تسويه اول شيء 12 عامل ضرب 4 12 عامل 12 يوم ضرب 4 عمال ضرب 1000 بيطلع شو تساوي 48000 هلا اذا اجى ساوى التسوية الثالثة لاستخدام موارد صاروا 14 يوم ضرب 3 عمال ضرب 1000 يساوي 42000 اذا لحتى لو ما كان عنده قيود اذا ما في قيود لا على الزمن لا على الموارد الافضل يستخدم تسوية موارد 3 عمال بس هو اغلب الاحيان بيكون عندي قيد انا ما فيني ما عندي غير 3 عمال او عندي قيد ما فيني اتجاوز الزمن واضح يا شباب؟ لا بندر مو طويله بس انا كثير شرحتها بالتفصيل، هذا حاطط التمرين هي تمرين بدي اياكم تحلوه يقول قديش عدد الموارد قديش مدة المشروع قديش عدد الموارد بعدين بدكم تسوي تسويه لا بالست عمال لا لا ما في ما اكثر شيء على جوده العمل نحن إذا ما عندي قيد عم نفذ النشاط عم نفذ ما هو بنفس العمال اللي أنا ما اختصرت عدد عمالهم ما اختصرت شيء أنا بس عم زيش وأخذت الفرضيات تبعيتي ما جزأت ولا نشاط وثاني شيء مستوى العمالة عن نشاط ثالث هي عبارة عن عملية إعادة تفتيت وتغيير بالأزمنة ولكن العلاقات ظلت علاقات الارتباط من مين قبل مين ضلينا محترمينها اوكي؟ لا لا ابدا ابدا انا ما طمنت نور انا نفس نفس النشاط كانوا بدهم يسموا عمال يعني كانوا على التوالي كانوا بدهم عمال اكثر كفشتهم صاروا عم يعني انا عم شغلهم 14 يوم منهم العمال فالعامل عم يشتغل نفس النشاط اللي كان بده يشتغل سواء المشروع كان 14 يوم ولا كان 12 يوم من العامل النشاط مثل نشاط بي بده عاملين لست ايام، هو بالتالي انشغل عاملين ست ايام، بس انت بلش انت ثاني شغل ثاني. ما في ولا عامل عم يشتغل على نشاطين بنفس الوقت ها؟ عامل عم يشتغل على نشاط بنفس الوقت. طيب راح اعطيكم ثلاث اربع دقائق تحلوه وقولوا لي مده المشروع، عدد العمال، بعدين بدنا نساوي تسويه بثلاث عمال فقط بقيد الموارد، قولوا لي كم يوم اضافي بدكم. انتم ثلاث اربع دقائق تحلوه. ونحلوا كلياتنا سوا تفضل
بدل راجع شوي من 11 من 12 مثل ما تقول منيح. أنا بدي عدد عمال، إذا من 12 بدي عدد عمال. هلا لازم نطلع ناخذ المخطط هذا، هاي مخطط جام. عندي عدد عمال مدة مشروع 12 يوم، وعدد عمال الحد الأقصى هو 5 عمال. هلا بدي التسوية. التسوية دي 3 عمال فقط. هاي قدامك المخطط، اشتغلوا على المخطط، إذا ما طلعناكم اشتغلوا على المخطط. رح تشوفوا النشاط بسيطة، لأنه القاعدة الأولى تحدد 70-80% من الحالات. أنا بدي أقول لك كلمة إضافية، بهالقواعد كده. تخفيف مستمر والا الاقل ثلاث والا الاقل مدكن والا الاكثر مواردا والا التفكير نفسه. شو بدنا نعمل يا شباب؟ كم يوم اضافي بدنا؟ مضبوط يا حمد. اذا بدي يومين اضافي. الحل هو هيك. مضبوط يا برا. الحل هو هيك. هي الازاحات اللون سمر. هلا طريقكم يا اختلاف 30 ثانيه وشوفوا انه شغلي مانا صارخ طلعوا. انا عندي بتطلع مليون اول عندي A و B. A بده عاملين وال B بده عامل. ال A بده عامل وال B عاملين. اذا عندي هم كلهم. اذا بحط مواجهة حط واحد واثنين. بس مجرد ما حطها رح كمل لكل النشاط واحد 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 واحد. واثنين رح كمل لكل النشاط اثنين 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 اثنين. انا وصلت لليوم الخامس. اليوم الخامس بصير عندي غير عامل واحد C. بدو عاملين ما عندي اذا رح اشوف هي اول شيء. اذا كانت اثنين صارت واحد. طيب اليوم الثالث كم مرشح عندي؟ عندي السي والدي والاي. مين اقل شيء سلات؟ الدي صفر. اذا مباشره رح احط له واحد وتابع لاخره واحد 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 واحد. طيب هي السي هي الدي. طيب بعدين عندي السي ولا الاي؟ السي سلاكاته واحد والاي اثنين. اذا للسي كم عامل بده؟ عاملين. اذا حط له عاملين 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 اربع مرات. هلا وصلت لهون. اذا هاي لهون اندفع شو؟ اذا هو بدي بتعرف شو بدي دفشه اثنين ثلاثه اربعه. هلا اليوم العاشر ما عندي غير الاي بده عاملين حط له عاملين. غير ما حط له عاملين بدي احط له ثلاث مرات لانه بده يصير ثلاث ايام اثنين اثنين اثنين. طيب حطيناهم ثلاث مرات عم بيفرش هذا انه بده عاملين اللي تحته ما حدثني اثنين تاني هذا الحل. يعني القصد النقاط الاولى كثير بتعطيني ثلاث ارباع حل او اكثر من ثلاث ارباع حل. عندي نقاط حرجه مثل هون اليوم الخامس عندي شغله لازم افكر فيها باليوم الخامس اليوم الثالث بالاحرى وكانت عندي اياها باليوم العاشر. واضح يا شباب؟ هي عندكم هون صار 80 لحلوها مع ريسورس افيلبل 3 ل 3.
طيب زي ما هيك احنا بنكون خلصنا موضوع التخطيط كله. اخذنا الاسبوع الاسبوعين الماضي اخذنا تخطيط الزمن، اليوم اخذنا تخطيط الموارد، هلا صار عندنا موضوع الكنترول اللي حناخذه اعتبارا من الاسبوع القادم. هلا بالنسبه للوظيفه، يعني هلا بعد ما نساوي كل يوم صار فينا نساوي تقريبا يعني 90% من الوظيفه، فقط موضوع الكنترول رح ناخذ الاسبوع الجاي. هلا ماني رح حاكم عليه بشده بالوظيفه، لانه الوظيفه كنت قدموها 12 الشهر ب 20/12 يعني بعد 5 ايام، وبالتالي ما رح نكون اخذنا الكنترول. هلا اذا بتراجعوا المحتوى الموجود على المودل وبتحطوا يعني بتحكوا على الكنترول شوي يعني او في يكون بونص، بس ما رح يكون ما رح يكون في اي شو اسمه يعني ما رح يكون في محاسبه اذا ما حكينا على الكنترول بشكل جيد. هلا موضوع التمديد للاسف الشديد ما هو لا على مستوى المادي ولا على مستوى البرنامج، هو على مستوى اداره الجامعه وصل لهم ثلاث فصول وتتعقوا. يعني في كالندر عم يحط في بدايه الفصل وعم يجبر كافه برامج الجامعه على احترام الكالندر. و صار طلبات تمديد كثير 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 قد ما تقولوا، ودخل جهات كثيره والاتحاد وكل شيء الفصل الماضي ولم يتم تمديد. يعني المشكله ما هي على مستوى لا البرنامج لا المادة. اذا في اي سؤال على الوظيفه ابعثوا لي مباشره على الايميل. مباشره ابعثوا لي. ما تمددت لا الفصل الماضي. راني ما تمددت. طب تم المطالبه بالتمديد ولا يتم التمديد؟ ما المشكله انه يعني منى وميساء يعني منى المشكله ما هي على مستوى الماده، لو كانت مثل اول انه الطالبه البحث ما بلش الاستاذ يمدد، بس هلا اجبرونا كاستاذ لاداره الجامعه بقرار مجلس الجامعه انه نكثر من الكلام ده. هلا لسه معكم خمس ايام، لو بلشوها اليوم الخمس. بس هيك حتى ناخذ من بداية الفصل حتى نبلش فيها بالتدريج. ايه ما في مشكلة، الموارد البشرية بيأدي ميساء. ايه ما في مشكلة، بيأدي على الموارد البشرية. بس احنا هو مين بروجكت وما هو تمرين مود يطلع معنا كلياتنا نفس الحد. يعني اجمالا بدي ابين انه واحد فكر في المواضيع وبنى شغله من الصفر وفكره من الصفر لحتى وصلنا للمشروع. هلا اذا ما اذا اذا ما اذا ما عندك وقت ما في مشكله. هلا في شيء اسئله ثانيه يا شباب؟ ايه هلا طبعا هلا مجرد ما طلع عندكم قائمه الانشطه بدكم تحكوا على البرنامج، البرنامج بدكم رايحكم كثير بيعطيكم كل شيء، ما بدكم تشوفوا كل شيء بدكم بس تدخلوا بالمعطيات. وفي اربع جلسات مسجله على البرنامج كل وحده شيء نص ساعه، بس تسمعوا بتشوفوا انه صرتوا تعرفوا تشوفوا على البرنامج. اوكي؟ طيب الله يعافيكم، اذا ما عندكم اسئله رح اخذ تفقد الموجود الاسبوع القادم. الله يعافيكم. اذا ما عندكم اسئله بدكم تروحوا الشغل وظائفكم وبالخاصه الاسبوع القادم مثل الوقت. الى اللقاء. الله معكم. الله يعافيكم، مع السلامه.